أما هلأ ليا بننتقل لمساحتنا الأخيرة مع عالم الفلك وأحداث الفلك وآخر الأخبار مع الهطل الشهابي القادم وكل التفاصيل مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح الورد، صباح اليوم اللطيف، أجواء الربيعية. نعم صباح الخير، يسعد صباحك. بس بدي اطلب منكم تقوي الصوت شوي دكتور محمد، يعني اليوم في تغييرات بالمناخ ونحن صرنا بنهايه عام تقريبا 2021، يعني هالعام كان ماشي الحال احسن من اللي قبله، صح نور؟ ماشي الحال نوعا ما. خلينا نحكي عن التغيرات بال بالمناخ بالشهب يلي هلا كثير عم يحكوا عنها العالم، الهطولات. صحيح نور، ليا يسعد صباحكم. طبعا نحن هواه الفلك والبحبية علوم الفضاء والفلك الان عم يترقبوا ظاهره فلكيه ممتعه جدا جدا رح نودع فيها عام 2021، هي الهطل الشهابي اللي هي اكثر قربا من الناس، يعني الناس بتحبها كثير وبتحب تتابعها. نحن هلا حاليا بدانا فعليا الهطل الشهابي، نقترب من ذروه الهطل الشهابي اللي حيكون يوم 17-18 تشرين الثاني، يعني بعد أيام قليلة. هذا الهطل الشهابي ناتج عن احتكاك الأرض مع زي بقايا زي المذنب تيمبل تطل. مذنب تيمبل تطل طبعا اكتشف عام 1865، لما اكتشفوه عام 1865 لاحظوا العلماء أنه كل عام يبقى بقايا من هذا المذنب في مدار الأرض. طبعا آخر مرور كان لهذا المذنب عام 1998 ليانور، يعني نحن متراقبين أنه يمر هذا المذنب مرة ثانية بعد 33 سنة، يعني بعام 2031. فإذا نحن على بعد 10 سنوات من عودة هذا المذنب، الآن الأرض تمر ببقايا هذا المذنب بالمؤشرات التي تدل على أن هذا المذنب مر في الأرض. طبعا يوم 17-18 تشرين الثاني هو يوم مميز للفلكيين، راح نطلع على منطقة صافية وأي إنسان من بيته ممكن بالبعد عن أضواء المدينة بتمضية قليل من الوقت ينظر إلى السماء حتى تتعود عيونه على الظلام، ينظر باتجاه الشمال إلى الشمال الشرقي من الساعة 12 ليلا لساعات الفجر الأولى، راح يلاحظ بالسماء ألعاب نارية. طبعا هي الألعاب النارية هي عبارة عن شهب، من الساعة 12 بتكون عدد الشهب بين 20-25 شهاب بالساعة، بيزداد مع اقترابنا من ساعات الفجر الأولى ليوصلوا ل 100 شهاب بالساعة، سرعتها تتراوح بين 70-90 كيلومتر بالساعة. طبعا ما لها أي تأثير خطير على الأرض، فقط مشاهدتها. إذا كان عندنا الجو هادي، ونحن بنعرف أنه بساعات الفجر الأولى بيكون شوي الجو هادي، فممكن نسمع صوت الووو اللي هي مرور هذه الشهب واحتكاكها بالغلاف الجوي. بنلاحظ أيضا أنه من الشهب حنلاحظ ألوان الأخضر والأحمر وغالبيتهم أبيض اللامع، طبعا هذا كله بسبب الغازات الموجوده في الغلاف الجوي. بالنسبه لنا فلكيين كمختصين، نحن بنتابع الاحتكاك، بنتابع الاحتراق، بنشوف يا ترى شو هي الغازات الاكثر انتشارا في الغلاف الجوي، يا ترى ما زالت نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون عاليه، شو عندنا مواد عم تاثر على غلافنا الجوي، بنتابعها بنعدها. ضروري نعد الشهب لحتى نعرف يا ترى هل البقايا عم تتناقص ولا عم تتزايد، هل يا ترى هناك تداخلات مع بقايا مذنبات اخرى. نبعث هذه الأرقام كلها إلى الاتحاد الدولي للفلك لمنظمة الشهب العالمية، من خلال سوريا وكل دول العالم يصدر تقرير عن وضع المذنب تيمبل تطل، عن الاستعدادات لمرور هذا المذنب عام 2031، عن كل التفاصيل التي قام بها هواه الفلك في كل دول العالم. سوريا كعضو بالاتحاد الدولي للفلك مطلوب منا أنه تكون على أهبة الاستعداد، تشارك العالم بهذا النشاط. طبعا نحن اكيد خاصه نحن هلا الجو شوي ربيعي والغيوم قليله، فهي بتتيح فرصه كثير كبيره انه نتابع النشاط باريحيه اكبر. اضافه لهالشيء القمر بيكون بطور الاحدب المتزايد، وبالتالي بغادر السماء باكرا، يعني بترك لنا فتره من الوقت الذروه كي نتابع هذه الشهب. وايضا في فرصه ثانيه نور وليا، بنفس الوقت اللي حيكون فيها الشهب عم تتساقط، عندنا مذنب آخر تماماً ما له علاقة نهائياً بمذنب تيمبل تطل ليونارد. هذا المذنب الآن يعبر على بعد كبير من الأرض، لكن يظهر بالتلسكوبات الكبيرة بغضون شهر تماماً، يعني مع بداية شهر ديسمبر كانون الأول 2021 رح يظهر هذا المذنب غالباً إذا استمر بتماسكه بالعين المجردة في سمانة. فإذا نحن نهاية عام 2021 مليئة بمذنبات،
وهذا شيء كتير كتير مميز. يعني المذنبات والهطل الشهابي شيء بيخلي الناس تنبسط، عد الشهب نور ليا ما تتخيلوا المتعة لما يتقسموا الناس على مساحة السماء، يتطلعوا على السماء يغطوا مساحة كبيرة من السماء، يهدوا الشهب واحد اثنين ثلاثة، فيها حماس فيها تدقيق فيها متعة. من أمتع ليالي رصد الفلكية هي رصد الشهب. دكتور خلينا نسألك، تكرار الهطول الشهابية فينا نقول بيأثر، كنت عم تحكي على الغلاف الجوي؟ تمام كتير حلو. هلأ كمان نور ليا مثل ما عم تشهدوا أنتوا هلأ نحن ارتفاعات درجات الحرارة، تغيرات المناخية، الطقس، التبدلات كلها مرتبطة بالغلاف الجوي. للأسف اليوم الغلاف الجوي للأرض بيخلينا وخاصة الطبقة الأولى بوضع غير مستقر، بوضع سيء بسبب الاحتباس الحراري، بسبب زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي نحن عم ندور على أي معلومة تساعدنا بفهم أكثر عن غلافنا الجوي. الهطل الشهابي فعلا بيساعدنا بمعرفة تركيب وتكوين كمية الغازات الموجودة في الطبقات الأعلى من الغلاف الجوي. يعني نحن بيهمنا نور ليا أنه نعرف يا ترى هل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من الأرض بكميات كبيرة جدا هل يرتفع إلى الطبقات العليا أم يبقى بالطبقات الدنيا؟ هل يا ترى الغلاف الجوي يعالج نفسه بنفسه أم لا بحاجة إلى مساعدة من الإنسان الذي ضر به وأضر به؟ وبالتالي فعلا نحن نور ليا بحاجة كثير لمتابعة الهطل الشهابي. الهطل الشهابي هو فعليا بتكرر كل سنة بنفس الموعد، يعني كل سنة ب 17 18 20 ثاني عندنا هطل شهابي يسمى الأسديات نسبة إلى كوكبة الأسد التي من على من هذه الكوكبة تنطلق هذه الشهب. طبعا على خلفية هذه الكوكبة هي في السماء ومنها هي نقطة الانطلاق لهذه الشهب. كل 17 18 20 ثاني هي ذروة هذه الشهب حتى عام 2031. عام 2031 يكون هناك مرور للمذنب الأساسي، يعني ما عاد في عندنا شهب، بيكون المذنب الأساسي عم يمر فنحن بنشاهد المذنب الأساسي. بعد 2031 تعود الهطل الشهابي، يعود الهطل الشهابي بغزارة أكبر. العالم هالسنة تحديدا بسبب ما يعرف بالاحتباس الحراري، التغيرات المناخية الكبيرة والآسية والمزعجة اللي عم تشهدها الأرض، كله عم يترقب فعلا كل ظاهرة فلكية لحتى يدرس أكثر يتعمق أكثر يلاقي حلول. اليوم نحن نقول ليها بحاجة إلى حلول، بحاجة للبحث عن حلول لتنقية غلافنا الجوي. يعني من كم يوم كان في مؤتمر للمناخ حضروا معظم رؤساء العالم، أيضا ببداية عام 2022 في مؤتمر آخر للمناخ، المؤتمرات متسارعة لأنه اليوم الإنسان شعر بأهمية الغلاف الجوي، بمدى تأثير الإنسان على البيئة، قديش التلوث هذا أثر على حياتنا، سبب أمراض، سبب أوبئة. اليوم نور ليا في دراسات عديدة تربط ما بين وباء كورونا والأوبئة في التاريخ مع التغيرات المناخية. يعني حتى بكل دول العالم عم يلاحظوا العلماء زيادة وتغير بتواترات الإصابات مع تغيرات الحالة المناخية ودرجات الحرارة. إذا نحن مرتبطين شئنا أم أبينا بالغلاف الجوي، ولهذا اليوم نحن دقينا ناقوس الخطر. اليوم علينا الاهتمام بالبيئة، علينا الاهتمام بالغلاف الجوي، وعم يتسابق العالم اليوم للبحث عن طاقات متجددة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لحتى يلاقوا حل. نقول ليا بالنهاية بدنا حل، وإلا نحن مقبلين على مشكلة أكبر، مقبلين على كارثة عالمية، وخاصة في نصف الكرة أو خلينا نقول القريبة، الدول القريبة من القطبين رح يكون في غزارة كبيرة بالمياه، ارتفاع منسوب المياه تسبب غرق لبعض الدول القريبة من القطبين، وبالتالي هي كارثة بشرية بالنهاية، والله يبعد عن الجميع أكيد. فنحن بحاجة لدراسة أكثر وتعمق في هذا الموضوع. يعني نحن بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك ونهارك سعيد يا رب، وان شاء الله جميع التغيرات الفلكيه تكون هي حاله جميله للرؤيه وما تاثر علينا بالشيء السلبي لانه عن جد ما ناقصنا بقى. نتشكرك اكيد لك. شكرا لك لك ولا ليا، شكرا لكم. ميرسي. شكرا لك دكتور، ان شاء الله دائما نقول تحركات الفلك تحمل الخير للكل الناس.